صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا صباح الفل مستر على كريم. حضرتك، بنسعد ونتشرف بوجودك معانا دايما. الله يخليك. وزي ما نهوان قالت لحضرتك كده، عندنا فعلا ملفات كتير عايزين نتكلم مع حضرتك فيها، بس استاذنك تعالى نقف الاول عند شخص العمري فاروق رحمه الله عليه. وحضرتك طبعا يعني عشت عمره وكنت طبعا لسه طبعا طبعا حاضر مراسم الدفن والعزاء، فرؤيتك لهذا الرجل وخصوصيته، يعني خصوصيته الشديده اللي خلت درجه المحبه اللي موجوده تخصه في قلوب كل الناس اهلاويه وغير اهلاويه بالشكل الكبير ده. الحقيقة هو ده الراجل، يعني ناس كتير اتكلمت عليه وأعماله ووضعه، وكنائب رئيس في هدوء بيشتغل، فاهم في كل حاجة، جميع الملفات الإدارية، حاجات كتيرة أوي أوي أوي. عفوا، حاجات كتيرة كان العمري بيقوم بيها في النادي الأهلي، لأنه عاشق للنادي الأهلي، صحيح. سواء هو والده إخواته كل المجموعة، وبعدين ارتباطه والتصاقه بمجلس الإدارة وبالكابتن محمود الخطيب. الحقيقة الناس كتير كانت اللي هم أصحاب الأهواء يقول لك ده في مشاكل، ده في جوه، ده عنده طموح، وده ما كل واحد في الدنيا لازم يكون عنده طموح. طبعا. لكن هو كان يعلم من هو محمود الخطيب، ومحمود الخطيب يعلم من هو العمري فاروق، فكانوا ملتصقين مرتبطين في حاجات كتيرة خارج الأضواء. فبالتالي إن فقدناه، فقدناه، ولكن الأهلي غني بأبنائه وغني برجاله، إن شاء الله بإذن الله ربنا يرحمه ويلهمه الصبر والسلوان لأسرته. أمين يا رب. وإن شاء الله هو في جنة وفي دنيا أحسن من اللي احنا فيه. أمين يا رب. إن وزي شاء ما الله. كنا بنقوله هنأكد، يعني كان محبوب من الكل والله يا كابتن فتحي. يعني سيبك بقى من الانتماءات خالص، يعني كل الطوائف والأطياف والانتماءات كانت موجودة، وفي العزاء ودول العزاء عربية مختلفة، العزاء ما كانش بتؤكد قد إيه هذا الرجل الناس بتحترمه والناس بتحبه، وسيرته كانت طيبة وكانت شخصية لطيفة. وقلنا الكلام ده، احنا مش محتاجين دلوقتي نجامل حد، يعني بقول لحضراتكم كل واحد فينا لمس وتعامل مع الله يرحمه العمري فاروق هيعرف قد إيه، أو يقدر يحكي قد إيه كان شخصية فعلا محترمة بيحترم الكل، يعني الصغير والكبير. أنا حكيت امبارح موقف كابتن فتحي، أنا كنت حاضراه، يعني كان بنتفرج مرة على ماتش للأهلي في النادي وعند الشاشة الكبيرة، وطفل صغير بيسلم على كابتن، على سيادة الوزير عمري فاروق، قام وقف له، يعني قام وقف له عشان يسلم عليه، في غاية الاحترام الحقيقة، بيحترم الكل، محبوب من الكل. ف يعني هنرجع نقول تاني، بيرحل الشخص لكن الاسم والأعمال والتاريخ بيبقى، فالله يرحمه يا رب. هقول قصة كده صغيرة أو وقعة يمكن ما عرفهاش غير ثلاثة، هو المرحوم وزير العمري فاروق وكابتن محمود الخطيب وأنا. كنا في الإمارات وقاعدين في ماتش الأهلي، كان ماتش الشباب، والخطيب جه حضر وقاعد أنا وهو، وقاعدين العمري فاروق في المقصورة والسفير، السفير المصري، ولقيت واحد، لأن أنا كنت مقيم هناك، واحد من مسؤولي الشيخ سعيد بن زايد المرحوم، برضه الشيخ سعيد توفاه الله، ده ابن الشيخ زايد ورئيس نادي الوحدة. فبيكلم، جه كلمني قال لي كابتن أو الشيخ سعيد عايز كابتن محمود يسلم عليه ورحب بيه. فكان الرد ان بقول للخطيب جنبي والله الوضع كذا وهنعمل ايه وبتاع، فقال لي لا يا كابتن ما اقدرش اطلع، مش انا رئيس البعثه، لان هو كان جاي من الخارج على عشان يحضر الماتش ده في الإمارات، ورئيس البعثه كان مرحوم عمرو فاروق. قال لي مش انا رئيس البعثه، رئيس البعثه العمري فاروق. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني هو اللي ممكن يطلع، لكن انا اطلع بصفتي ايه؟ يا سلام.
هما الاثنين في المجلس ده. شوف شوف طبعا. شوف دي لمين؟ ما دي اخلاق الكبار دايما يعني. اهو توفى، انا مش بتجمل معاه او كده، ما حدش بيقول كلمه يعني بولت. عايز منها حاجه. قلت له فارجع الراجل، وقلت له الكلام ده، فكلم فقال له معلش انا مش هقدر انزل لكم، لان هو لابس شورت وفانيلا، وطالما لابس شورت وفانيلا الشيخ وقاعد في مقصوره خاصه بتاعته، ما اقدرش انزل وانا بشورت وفانيلا، لان ما اقدرش اقابل السفير طبعا بصفه رسميه طبعا، وانا طبعا. مسؤول في الدوله وهو مسؤول في ده كبروتوكول طبعا. فعشان كده انا طلبت، مش ان انا بتكبر عليكم وكده. فقلت له هذا الكلام، فقال له خلاص يبقى احنا بنرحب وبنسلم وبالتليفونات ونلتقي كده، لكن هنا في رئيس بعثه وفي سفير وانا جاي ضيفه ما اقدرش اتعداه. فشوف مدى احترامه طبعا للعمري طبعا. لان العمري رئيس بعثه، فهو اللي المفروض يمثل النادي الاهلي في هذا الموقف. هو الاثنين الحقيقه رموز الاحترام، فشوف كل شوف على حده. الاحترام بينهم قد ايه؟ طبعا طبعا. شو الكلام ده؟ دي سنين صحيح. فالناس اللي كانت بتقول لا اصل العمري والخطيب والخطيب والعمري والكلام ده، لا كل دي اي كلام. الكلام لا. كتير كابتن فتحي للاسف لا الشديد، بس دي بتدل يعني. ما حدش يعرفها، بتدل ومن الوقت الواحد لازم يقولها، بتدل على مدى احترام الاثنين لبعض طبعا. وحب الاثنين لبعض طبعا. كان واضحه يعني للناس اللي بتشوف كويس يعني. واضح حزن كابتن محمود الخطيب طبعا. كمان عليه يعني. لا طبعا طبعا. طيب